السلام عليكم احبابي وناسي، اليوم مع وصفات مطبخ دليلة دي زاد نشارك معكم وصفة مادلان ماجيك ولا مادلان تايلاندي ولا كب كيك سحري غير بحبة بيض بدون فرن للذوق مارشميلو. ابقوا معي حتى اخر الفيديو تكتشفوا كيفاش حضرت الوصفة. غير تدخلوا احبابي وناسي للقناة ما تنساوش تخليوا لي لايك وتخليوا لي كومونتير صغير، ولا عجبكم الفيديو ديروا لي البارتاج. انا احبابي وناسي واش جبت لكم اليوم مادلان ماجيك ولا كاب كيك، يعني مادلان تايلاندي اللي داير ضجه في موقع التواصل الاجتماعي. قلت جبته لكم، قالوا لي ديريه لنا، انا جبته لكم اليوم بسم الله. هنا عندي كاس تاع سكر حبيبات ناقص اسبع، يعني هاد المكونات كاع تلقاوهم في صندوق الوصف بالجراماج. عندي كاس ممسوح تاع فارينة وناقص اسبع، يعني كاس وناقص اسبع. عندي جوج مغارف تاع قهوه حليب تاع الفانيليا، حبه بيض وزنتها، وكاس تاع الحليب. وعندي هاد المحسن كوكليكو، هوليك عندي منه نص مغرفه تاع قهوه حليب. وهنايا تاني عندي 5 غرام تاع خميره الحلويات. ونوري لكم مغارف توعي، يعني باش تفهموا كي نقول لكم قهوه حليب هذه، كي نقول لكم تاع لاتاي هذه، شوفوا ماشي كيف كيف الكبر، شفاو عليها. راني نعاودها لكم شحال من خطره. بسم الله نبدا. هنا نبدا السكر تاعي، دوك نزيد الفرينه تاعي، نزيد لافاني، نخلط قبل هاد النواشف، نزيد حبه بيض، كاس حليب، نزيد 5 غرام تاع الخميره الحلويات، هي مغرفه قهوه حليب. خلاص دوكا راكم فهمتوا، هكذا مغرفه، هايليك 5 غرام عادي. كنبدا نخلط، هنا بعد ما خلطتو غير دقيقه، يعني غير يتجانسو دوك المكونات. دوك حنزيد هنايا كوكليكو، هايليك هذا محسن، يديروه لي جينواز، يديروه تاني كيما الموسكوتشو كيما بسكوي غولي هكذا، يعني قسم نص مغرفه تاع قهوه حليب تاع كوكليكو. شوفوا كنت نخلط بالباتور مدة 7 دقائق وانا نخلط، ولا شتو الباتور تاعكم تقيل ماشي اللي عنده لا فيتاس حسبوه حتى ل 8 دقائق، هايليك ما تحسبوش برك 5 سينو ما يجيكمش يعني منفخين. وهايليك دوك نفرغوا على هاد لي بول صغار، نقسمو على 4، ندير الابيض وندير الالوان اللي حبيتو مام نتوما. انا نقولكم واش اللي درت، نتوما بعد ديروا الذوق اللي حبيتو. هنايا شوفوا قسمت على 4، الابيض اللون الابيض خليته هكذا ماشي معمر بزاف باسكو ما نسحقوش ينكوش خشينه. وهنايا ندي 3، كل واحد ندير له الذوق اللي حبيتو، نتوما تاني واش حبيتو. هنا عندي الذوق تاع شوينغوم اللون الازرق، ندير شويه ونشوف هكذا ونخلط، نشوف لا حبيت كل واحد ديروا له مغرفه تاعو كيما راني حطيت انايا هكذا ونخلط. ما ديروش برك هذوك الالوان حامقين بزاف. وهنا ندير الذوق الفراوله، يعني فراز باتاغوم هادو ماشي دي كولا واحد اخرين. هنا تاني ندير الذوق البنان، هنا جبت لي كيسات، هاد لي كيسات يعني يتباعو تاع لي مادلان مشمعين كيما البابي كويسو. شوفو كيفاش يجيو هكدا، نورمالمون يتباعو، انا شريتهم وجبت هاد السيليكون، انا كان هكدا قسمتو باش كي نحطوه في الكسكاسة باسكو حنفوروهم. انا حطيت القدرة تاعي وحطيت الكسكاس، ونجيب لكم تاني انا كيفاش درت. هايليك جبت هنايا طرشونة كبيرة، حطيت الغطاء تاعي هكا
وبعد نزيد هكذا وهكذا. هاني نوري لكم كاع لي ديطاي باش تنجحوا فيهم. هكذا باش كي نحطوا يتبخروا في الفسمو هذاك البخار تاع الغطاء ما يهبطناش فوق هادو لي مادلان هكذا باش يشربوا لنا هاد الطرشونه. هنا درتهم كاع لي داخل لي بوشيت فخاز، بصح ما جانيش اللون تاعو فخاز بزاف، ما على باليش هما اللي باعوا هكا. المهم هنا بانان، هنا شوينغوم، هذا اللون الابيض، اللون الابيض شويه ناقص على هذه الالوان. دوكا نقطعوا هكذا بالمقص باش نعمر، بسم الله، باش ندير هكذا هنايا بسم الله، ونخلي شويه ماشي بزاف باش كي ندير اللون الابيض. وهنا ندير باللون الابيض يعني نغطي هذيك تاع لي فخاز، يعني لا بات كولوري باتارون فخاز هكذا. وهنا ندير الذوق تاع شوينغوم كيما درنا الاولانيين، ونخلي شويه باش نزيد اللون الابيض. وهنايا درت اللون الاخضر يعني بودره، ست لها شويه الماء، هنا قطرت لي شويه زياده سي با ميشون، ونديرو هكذا شغل ورقات هكذا. يعني واش درتو في لاباز لتحت تخليو شويه وتزيدوه من الفوق، هايلك حاجه سهله. ولا ما حبيتوش ديروا واش درتو لتحت تقدروا ديروا اللون الاحمر، يعني الكو تاع لي فراس ثاني ثاني تخلطوا وتوسا هكذا. هنا جبت جو تاع القارص ربع تاع حبه، نديروها هكذا هذاك الكوردا داخل هذاك الجو، ونجوز يعني باش كي تتشقق لي يبانوا الالوان اللي راهم لداخل. هايلي نزيد لكم هذه هكذا فوالا. وهنا نحطهم يفورو هكذا، ونزيد عليهم هاد الغطاء، ونحل نشعلهم افوا ماشي ناقص. هوليك حبابي وناسي، مادلان تاعنا ماجيك ولا كاب كيك سحري غير بحبه بيض بدون فرن، يعني ذوق تاعو تاع مارشميلو. يعني هاد المادلان ماجيك تاع تايلاندي قالوا لي حبابي وناسي ديريه لنا في اليوتيوب تاعك، راني درته لكم ان شاء الله برك يعجبكم. ولا عجبكم شجعوني بزاف باللايكات، وديروا لي البارطاج، وخليوا لي تعليق صغير. دوك نقسم لكم الحبه باش تشوفوا نخيلكم من هاد السفره. هاي ليك، يعني هادي درتها بذوق البنان هكذا. يطيب لكم 15 دقيقه على النار ماشي متوسطه، قويه على البخار. شوفوا كيفاش يجيكم خفيف هاوليك، واش نقولكم، والذوق نتوما ديروه كيفاش حبيتو. وهنايا بقات لي يعني هذيك الاخرى كل حاجه فيها شويه شويه، شوفوا كيفاش جاتني كيما لاكونسيال قوس قزح. نتوما يعني تقدروا ديروهم باللون واحد، زيدوا لهم غير شويه هذاك الابيض، ولا ما ديروش، ديروا كل وحده اللون تاعها، هذا يرجع اليكم تفننوا فيهم واش حبيتو. ان شاء الله يعجبكم حبيبات قلبي الفيديو حبابي وناسي. ديروا لي برك البارطاج، شجعوني باللايكات، راني نعاود لكم باش تطلع القناه تاعنا باش يشوفوها بزاف المشاهدين. ونخليكم في امان الله في فيديو واحد اخر ان شاء الله. سلام.